السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة صوت العدالة، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات مظالم اللي كتصادفنا فيها وبالمنزل ديالها الأخت لطيفة بشار. أسباب الاستضافة وهذا التسجيل الجديد هو المعلومات الجديدة اللي استسقيناها هاتفيا من بعد ما مر الفيديو عبر قناة صوت العدالة اللي سجلناه مع لطيفة، والمعنون بمسؤول بعمالة النواصر يرفض الرضوخ لتعليمات وسيط المملكة ويخالف قانون حسب المشتكية. المشتكية لتذكير مشاهدينا وأنها تقدمت بالطلب ديال واحد شهادة إدارية انتفاء الصبغة الجماعية والحبسية واملاك الدوله. هذا هو الفحوى ديال الشهاده الاداريه اللي وضعت الطلب ديالها مده ديال 4 سنوات وما تسلمتها حتى اليوم من بعد انتشار ديال الفيديو اللي قامت بالتصوير ديالو معنا بتاريخ 22 فبراير في ولاد صالح. تسلمت هذا الشيء من عمالة إقليم النواصر بشوية ولاد صالح الملحقة الإدارية ولاد صالح، عدد الوثيقة 03/2022 م ألف صاد. لطيفة، نعم سيدي، على ضوء الفيديو اللي تم تسجيل ديالو معاك، تحركات المصالح الإدارية وربطات بك الاتصال هاتفيا البارح غوتوا عليا. نعم. واحد النمره فيكس. نعم. وقالوا لي شي واحد ما عرفتش شكون، قلت له هذاك موظف بوحدو ديال العماله اللي انت تقدمتي بشكايه ضده عبر الفيديو. قال لي الو، قال لي راه انا هو تقول لي تعطيه الرشوه. صافي انا ما دويتش، انا كروشيت. ومن بعد في الجامعه غوتوا عليا، قالوا لي اجي الورقه ديالك راه هي موجوده. نعم. مشيت اليوم باش ناخذ هذيك. ربطوا بك الاتصال فاش من وقت تقريبا ربطوا بك الاتصال فيه؟ البارح مع ديك 10 لارو ديال الليل. نعم. قالوا لي اجي خذ غدا تاخذي الورقه ديالك. اليوم مشيت باش ناخذها، عطاتها لي الكاتبه. خديتيها فيه؟ خدتها هي خدتها. ومشيت عند العدول قلت له عافاك بغيت ندير الملكيه، قال لي ما يمكنش. قلت له علاش؟ قال لي كاتبين لك باش كاتبين لك ملحوظه. ملحوظه عفوا مشاهدينا كانوا عليها لانها ما كتكلمش باللغه العربيه بطلاقه. كاتب ليها السيد القائد وموقع في هذه الشهاده الاداريه واحد الملحوظه هي اللي ما عجبتهاش ورفضت ليها السيد العدول باش يبدا معها الاجراءات ديال الملكيه. كاتب لها على ان العقار موضوع نزاع قضائي. هذا الموضوع قضائي ما قبلتوش هي وما قبلش لها العدول باش يملك لها. هذا النزاع القضائي فعلا جاري به العمل. احدى المقالات من اجل استحقاق عقار. هذا المقال هذا وضعه واحد المحامي لفائدة احد الورثة. والدعوة جارية في المحكمة. كاينة جلسة نهار 12/4/2021 مع تسعود. هذا المقال هذا سبق وتقدم به ضد نور الدين كيف ما قلنا أحد الورثة، كيف ما تقدم شكايته للسيد عامل عمالة النواصر وكان الجواب ديالو للسي أحمد اللي كيقطن بدوار ولاد سليمان جماعة ولاد صالح تحت إشراف السلطة المحلية. هذا الموضوع عاد اللي مجاوبو فيه على التعرض ديالو تبعا للموضوع المشار إليه أعلاه والمتعلق بالتعرض الذي تقدمت به إلى مصالح هذا الإقليم. هذا السيد العامل كيقول ضد نور الدين لا داعي لذكر النسب بالعربي حول عدم تسليمه شهادة إدارية بخصوص العقار المسمى أرض الحرشة
واللي هي اللي شارية فيها الأخت لطيفة بالشعر، والكائنة بدوار أولاد سليمان أولاد صالح كيف ما ذكرنا سابقا، يعني نفس العنوان. هذا واحد من الورثة تقدم شكايته بالشعر، كيقول لي السيد العامل: يشرفني أن أخبركم أن السلطة المحلية تقوم فقط بمنح شواهد إدارية للعقارات الغير محفظة بموافقة المصالح الخارجية المعنية تبعا لمقتضيات الدورية الوزارية المشتركة المتعلقة بخطة العدالة. يعني نفس شكل كيجري عليهم بجوج، لا السيد إدارة التعرض واللي هو وارث، ولا السيدة لطيفة. كيف ما كيقول السيد العامل أن مفادها بأن العقارات الدورية، مفادها بأن العقارات موضوع الطلبات غير مدرجة ضمن الأملاك المشار إليها بالدورية الوزارية المشتركة أعلاه، غير جماعية أو لا مخزنية أو لا غير ذلك، وليس إثباتا للملكية. هذا الشيء كله مذكور في هذه الشهادة الإدارية اللي حصلت عليها الأخت لطيفة بتاريخ 22 فبراير 2022، وليس إثباتا للملكية. وبالتالي أي نزاع يتعلق بأحقية التملك أو الطعن في الشهود بموجب الاستغلال يبقى من اختصاص القضاء. هذا كلام ديال الجهات وضحات للأخت لطيفة بشار، حتى ديال مصادرنا من بعد البحث كيقولوا لها ما عندوش الحق وماشي قانوني يوضع لك في الملحوظة أن العقار موضوع نزاع قضائي، لأنها لبشات كاع بغادي ديك الملكية وتسجل تحفظ، غادي يقول لها السيد المحافظ على الأملاك العقارية أنه ماشي من حقات الملك ولا شي حاجة من هذا القبيل، كون الأرض فيها شي تعرض ولا فيها شي حاجة بحال هكا، مع العلم أنه كان فيها تعرض سابق ومن ضمن المتعرضين الأب ديال المشتكى به، اللي حاليا هو موضوع شكاية ديال الاتهام بالتزوير. الرقم ديال الملف هو 17107/3101/2021. بعد ما خرجت من الدراسة تم الاستماع للمشتكي اللي هو ولد عم هاد نور الدين اللي شاكين بيد الناس كاملين ومتعرضين لهاد الناس كاملين بالتزوير، لأنه هو كيقول أن الأرض ديال باه كان غير من ضمن المتعرضين. صعيب في الأمر واللي مفتوح من أجل التحقيق هو الشهود، كيفاش هما كيسكنوا في البرنوسي زيادة أو خلق في البرنوسي وجين كيشهدوا ليه على أرض هنا ما كبروا فيها ما سمعوا ما علموا ما تشي وحدة من هاد النقاط المذكورة بالشكاية اللي تقدم بها المحامي ديال سي احمد بن عبد السلام، ما غاديش نذكروا اللقب ديالو ربما ما يبغيش، بالعربي حتى هو فلاح ومن ضمن المستغلين على الارض. وطنيته رقم B34-79-55. بعد ما تقدم سيد المحامي كيف ما قلنا للنيابة العامة على ايش كيعاقب القانون الجنائي المغربي في النصوص ديالو صراحة في الفصول 351 352 353 على أن تزوير الأوراق هو تغيير للحقيقة فيها بسوء النية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون، غير أن المشرع قد خص الفصلين 352 و353 لمن يرتكب التزوير في محرر رسمي بحكم عمله أو وظيفته، إذ كان من الأشخاص الذين يزاولون مهاما بناء على صفة أو هم قضاة والموظفين والمتقين والعدول والمحامين المؤهلين، أما الأشخاص العاديين فقد أفرد لهم نصا خاصا هو الفصل 354 ويتعلق بالأشخاص العاديين الذين يرتكبون جناية الزوير كما حصل في نازلات الحال فالمشتكى به أولا
نور الدين أنجز موجب الاستغلال بناء على شهود زور وبسوء نية، لأنه يعلم أنه لم يسبق له أن هذا العقار، ولم يسبق له أن استغله لا شخصيا ولا بواسطة الغير، وأن والده العربي هو الآخر لم يسبق له أن استغل أو حاز، ومع ذلك أحضر أمام العدلين 12 شاهدا كلهم يسكنون الدار البيضاء ولا يعرفون المنطقة، وشهدوا بما ليس لهم به علم. وهذا هو الجاي في البحث اللي كتقوم به، اللي كيقوم به المركز ديال الدرك الملكي بمنطقة أولاد صالح الكريم بوزكورته، هو موالي جهة الدار البيضاء. وحيث أن مقتضيات الفصلين 351 و354 تنطبق على المشتكى به أولا الذي أنجز وثيقة رسمية تتضمن معطيات لا أساس لها من الصحة، وبسوء نية ونسب أرضا يستغلها الفريق المشتكي ويحوزها أبا عن جد، ونسبها لنفسه وصرح أنه من يستغلها أمام عدلين، الشيء الذي يشكل بحق جناية التزوير المنصوص عليه وعلى عقوبته في الفصل 354 من القانون الجنائي، كما أنه استعمل الوثيقة المذكورة أمام قائد قيادة ولد صالح للحصول على شهادة إدارية لإنجاز رسم ملكية الفعل الذي يجرمه الفصل 356 من القانون الجنائي، وحيث أن الأفعال المذكورة أعلاه قد ارتكبت بالدائرة القضائية لمحكمة السناف بالدار البيضاء، ومنذ زمن لم يمضي عليه أمد التقادم الجنائي. وهذا نفس الواقعة اللي وقعها مع الأخت لطيفة بشار، نبت عليها في كلامها وقريت هذا النص وذكرت الرقم ديال الشكاية، كذلك رقم الملك ديال الاستغلال نيابة على الناس اللي ما حاضرينش لكن بإذن منهم هاتفيا. كنشكركم متابعينا على قناة صوت العدالة، إلى تسجيل آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.